يمكن أول واحد انتقد ذاك البلاغ البائس ديال الأغلبية الحكومية في حق الحركة من الجزائر. كتبتو عبرت عليه في الفيسبوك في وضع ولا زلت أعتبر أنه بلاغ ماشي بلاغ تصريحات غير استفزازة. هذه التصريحات تدل على ديال الحكومة السياسية ما فهمتهاش زعما. ما فهمهاش وما تجيش تنفسها يسحب لها تما واش تدي خدمة شي حد هي غير تزيد تنفس غير تزيد تشعل بالعافية وزاد زعما شي واحد كيبغي يفهم كثر من الناس كيفهموا خارجي شي كيقول انفصال شي ما عرفتش كيقول ديك النهار تكلي في التلفازات هذاك اللقاء الغريب الذي تم في بيت رئيس الحكومة جا البلاغ بعد الموقع اللي وقع فيه على الألم التنمية كان أفضل لأن كان واحد النقاش في داخل الحزب وكان هو تراجع واش يفترض الاعتذار نعم أنا شفت اللقاء الحوار اللي داروا رئيس الحكومة مع التلفازة راه كان مثلا اعتذار بل هو اعتذر على المقاربة اللي تمت مقاربة كتدل على أن الناس اللي خرجوا كيهضروا بحالهم كتشبه لهم الناس اللي كيفهموا التزفة البنية شاعرة عندك عندك مشكل اجتماعي انت كتخرج كتقول الناس اللي في صار كل شيء الناس اللي قلبوا على الحقب السياسية باش اللغة التالية كيقول الاحتقار تكون جزء من الحل تهبط وتسمعوا لها الناس وتقول شي حاجة اللي ما لا لا